بخير متابعي طقس العرب في السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث يسود طقس صافي مع 42 درجة مئوية، الملموسة 38، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا. سكاكا طقس حار 39 إلى 26، تبوك 37 إلى 23، وعرعر 38 إلى 24. المنطقة الغربية جدة طقس صافي 36 إلى 25، المدينة المنورة طقس حار 43 إلى 28، مكة المكرمة غبار خفيف 41 إلى 29، والطائف 34 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 31 إلى 24، أبها 32 إلى 20، وجازان طقس غائم جزئي 33 إلى 30. المنطقة الشرقية الإحساء طقس حار 46 إلى 29، الدمام 44 إلى 28، حفر الباطن 44 إلى 32. بالنسبة للمنطقة الوسطى حائل غبار خفيف 41 إلى 26، بريدة طقس صافي 44 إلى 29، والعاصمة الرياض 42 إلى 29. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.